للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الأستاذ حمد العماري، مدير التنفيذي لمؤتمرات فكر. بداية مساء الخير أستاذ حمد، ونود أن نتحدث عن هذا الواقع التعليمي العربي. كيف ترى هذا الواقع في نظرك؟ هل نحن يعني نعتبر في واقع يعني يحتاج إلى تطوير، أم نحن لا يوجد لدينا فعلا بنية تعليمية مناسبة للنهوض بالقوى البشرية؟ مؤسسة الفكر العربي عندما أطلقها صاحب السمو الأمير خالد الفيصل كان من أولوياتها النهوض بالأمة العربية، وللنهوض بالأمة العربية قامت المؤسسة بالتركيز على شيئين: الشيء الأول هو التعليم، والشيء الثاني الشباب، وكلاهما مرتبطين ببعض. مؤسسة الفكر العربي أطلقت 5 مؤتمرات سابقة في التربوية، والمنتدى الأخير كان ذو تركيز على المدرسة كأساس للتطوير التربوي. أعتقد أن لأي أمة، لأي دولة في العالم، للنهوض يجب أن تعني بالتعليم، وقد أيقنت مؤسسة الفكر العربي بهذا منذ إطلاقها، وكانت مؤتمراتنا السابقة تركز على البحوث والدراسات والباحثين، وفيها بعض من التنظير. الآن هناك تحول منهجي في عمل المؤسسة من الناحية التربوية، فمؤتمر المنتدى الأخير ركز على مشاركة المعلمين والخبراء التربويين من الوطن العربي، من كل الدول العربية أو أغلب الدول العربية، ومن خبرات أجنبية. كان هناك 7 دول تم تقييم ومناقشة تجاربهم التربوية، وكذلك أطلقت المؤسسة المرحلة الثانية من برنامج تمام، وهو شراكة بين مؤسسة الفكر العربي والجامعة الأمريكية في بيروت للتطوير التربوي المستند إلى المدرسة. جميل. إذا تكلمنا عن هذا المشروع، مشروع تمام، إذا تكلمنا عنه بالتفصيل، ما هو الأهداف المرجوة من هذا المشروع؟ مشروع تمام يعتمد أن التطوير التربوي يجب أن يبدأ من المدرسة. نعم. ويجب تغيير الثقافة في المدرسة بدءا من المدرس، ولذلك تعمد المؤسسة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية إلى إعادة تدريب المدرسين في مدارس معينة محددة كنموذج كتجربة، وقد مرت 4 سنوات. قمنا خلال المنتدى في الأسبوع الفائت بتقييم هذه التجربة والتي لاقت نجاح. يهدف المشروع إلى تغيير ثقافة التعليم، فبدلا من التلقين وهو ما كان متعارف عليه ومعتاد في كثير من الدول العربية، إلى ثقافة البحث العلمي وتعليم الطالب كيف يكون باحثا ومتعلما مدى الحياة، بدلا أن يكون متلقنا وتلقين الطالب المعلومة. يعتمد مشروع تمام على تحفيز الطالب على البحث على هذه المعلومة، وبدأنا بإعادة تأهيل المعلمين، فبدلا من فرض هذا الطريقة بدأنا بإعادة تأهيل المدرسين وتدريبهم على طريقة التعليم بالبحث وليس بالتلقين كما كان سابقا في بعض الدول العربية. جميل. كيف تقيم بوجهة نظرك ومن خلال موقعكم يعني المبادرات أو دور المبادرات العربية في مجال التعليم؟ هناك يعني حوار كبير في هذا المجال وإدراك، يعني أنا أقول وبكل فخر أن مؤسسة الفكر العربي كان لها دور كبير، ولكن هناك وعي من أغلب وزارات التعليم في العالم العربي، هناك حراك قوي وشديد، وهناك تجارب ناجحة في كثير من الدول العربية. رأينا خلال المنتدى التجربة المغربية والمصرية والسعودية والقطرية والبحرينية والعمانية والأردنية، فهناك تجارب ناجحة
أعتقد أن نحن أردنا من هذا المنتدى أن تلتقي هذه الكفاءات مع بعض وأن تتعلم من بعض وأن يكون تجاربها مستفادة من بينهم وبين بعض وأن تعمم هذه التجارب. جميل. نحن جميل. نعتقد أنه الأستاذ حمد العماري المدير التنفيذي لمؤتمرات فكر، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا في برنامج المنتدى، وشكر لكم موصول أيضا مشاهدي الأعزاء وإلى جميع الزملاء الذين شاركوا معنا في إعداد هذه الحلقة، عبد العزيز النفيس وسالم القحطاني، ومن إخراج شكري الشهري. لأن نلتقيكم يوم الأحد القادم في نفس الموعد في أمان الله.